احنا بنعملها غلط، ودي بتأثر بشكل كبير جدا في انسداد والمشاكل اللي بتحصل على مستوى الصرف الصحي. يا ريت نعرف الناس بيها عشان احنا بعد كده نلتزم وما يكونش في مشكلة لا ليكم ولا لينا. هو حضرتك مفروض طبعا المواطن بالنسبه للصرف الصحي بيتعامل معاه بطريقه سليمه، يعني هو ما بيركش المهملات في شبكه الصرف الصحي عشان ده بيؤدي لطفحات وانسداد. فطبعا بلازم بيكون في معامله كويسه للمواطن، لان المواطن له دور برضه حضرتك، يعني احنا لينا دور والمواطن عليه دور برضه ان هو يحافظ على الشبكه دي وما يرميش فيها المهملات اللي هي ممكن تؤدي لانسداد وطفحات. واحنا من ناحيتنا بنعمل اللي علينا برضه وبنطهر الخطوط بتاعتنا، ولو في اي مشكله بننزل نخلصها على طول. يعني الحاجات دي بتعمل لكم مشاكل بنسبة كام في المية؟ الحاجات اللي احنا بنرميها غلط يعني بنسبة 60%. 60%؟ سلوكيات خطأ. طبعا طبعا، دي شبكة صرف صحي في الأول والآخر، وهي يعني مياه سايلة، يعني فبترمي فيها حضرتك المهملات دي بتأدي لسندادها، بتحصل طفحات في الشوارع.